يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدخول لمواقع أهل الأهواء التي في الأنترنت والتي فيها تحريض على الحكام أو تنقص من علماء السنة له حكم مجالسة أهل الأهواء وغشيان مجالسهم؟ هذا أشد من مجالسة أهل الأهواء، لأن هذا يؤتى بناس عليهم لباس العلم، عليهم لباس العلم والخبرة، ويسألونهم ويجيبون، فالناس يغترون العالم الفلاني الشيخ الفلاني، أما المجالس فيها جهال وفيها ناس عوام وفيها، فهي أقل خطر من الإنترنت والفضائيات، لأن الفضائيات ينتقى لها أهل الضلال وأهل الزيغ بلباس العلم واسم الدين فيضللون الناس. نعم. وهل الفضائيات من أين هي تصدر؟ ما هي تصدر من الكفار، من أعدائنا؟ تظنون أن الكفار بيجيبون علماء حق فيها؟ أما لو كانت تصدر من عند المسلمين ويختار لها المسلمون من علمائهم، ويكون فيها خير. نعم.